خلينا نبدأ بقى من زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقائه مع الرئيس السيسي. توقيت الزيارة وأهميتها يا دكتور؟ يعني توقيت الزيارة مرتبط بأهميتها، يعني توقيت الزيارة التوافقات المشتركة ما بين أكبر قوتين في المنطقة العربية لوضع تصورات مشتركة فيما يخص الدفع بجهود لي من شأنها إحداث التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، لأن التصعيد لا يفيد أي طرف من أطراف الأقليم باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. صحيح. وبالتالي جهود البلدين خاصة بعد يعني تعقد الوضع في المنطقة ونقل بؤرة الأحداث من قطاع غزة إلى الجبهة الشمال، الجبهة اللبنانية، في ظل غياب لأفق لوضع تصور من جانب الحكومة اليمينية المتطرفة لوقفها، ده بيجعل الجهود المشتركة المصرية السعودية مهمة للغاية. النقطة الثانية وهي الاحتواء التداعيات المباشرة والتأثيرات الانتشارية لهذا التصعيد على المصالح الخاصة بكل من الدولتين، القاهرة والرياض بدرجة كبيرة. يعني لما نيجي نشوف التأثير اللي طال مصر فيما يخص محاولات الحوثي لعرقلة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، تأثير على قناة السويس، السيد الرئيس تحدث عن فقدان حوالي 6 مليارات. صحيح. من إيرادات قناة السويس. النقطة المهمة حتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية كادت أن تصل لموضوع تسوية مع الحوثيين فيما يخص أزمة اليمن. صح. تبخرت هذه الجهود. طيب ده كل حاجة تم عرقلتها خلاص بعد هذه الأحداث. النقطة المهمة أيضا في هذا السياق كيف يمكن بلورة جهود مصرية سعودية لتعزيز المساهمات الإغاثية والإنسانية فيما يخص لبنان وقطاع غزة بدرجة كبيرة. نيجي نشوف المساعدات الغذائية والإغاثية تقوم بها المملكة العربية السعودية في لبنان، الدور المصري اللي كانت عاملاها القاهرة في هذا السياق مع لبنان بعد انفجار المرفأ، بعد موضوع أزمة كورونا وغيرها. نقطة أيضا ماذا ستفعل كل من القاهرة والرياض مع إسرائيل في ظل تضلع إسرائيلي لتدشين ما يمكن أن نسميه الحقبة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، أو الشرق الأوسط بمفهومه الجديد، أو الشرق الأوسط هكذا يراود بنيامين نتنياهو.